كتاب التعبير كتابي يتكلم عن وصف الشخص، فالصفات المعنوية تتكلم عن أخلاق ذلك الشخص ذو أخلاق عالية أو إلى غير ذلك، على الاحترام. المميزات النفسية، هل هو هادئ الطبع أو قلق؟ عن المشاعر، هل هو حنون أو قاسي؟ هل عن الكرم، عن الذكاء، عن النشاط، الابتسامة، أسلوب الكلام، الهواية، القوة، الضعف؟ إذن هذه الصفات نوظفها في جملة، مثلا قوي، حتى أصبح يلقب بكذا وكذا إلى غير ذلك. أما الصفات المادية نتكلم عن عمره، مثلا جدتي تناهز كذا وكذا، مثلا أخي في العقد كذا وكذا من عمره. نتكلم عن طول، طويل القامة، عن الجسم، نحيف أو بدين، لون الشعر، إذا تحدثت عن الأم مثلا شعرها طويل مثلا كالحرير، أسود كلون الفحم، عن البشرة بشرتها بيضاء كالثلج. يعني نضيف بعض الصفات باستعمال أداة التشبيه. لون العينان، اللباس، يعني ماذا ترتدي، ماذا تضع، كمثال تضع وشاح إلى غير ذلك. إذا هذه نتمنى الصفات تكتبوها، المادية والمعنوية. هذه الصفات نوظفها فقط في جملة أتحصل على تعبير كتابي رائع يتحدث عن وصف شخص معين.